مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. خبر عاجل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 81 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا إلى حدود الساعة 6 من مساء يوم الخميس 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 8003 حالات. وقال منسق المركز الوطني لعملية الطوارئ الصحية بوزارة الصحة معاذ المرابط في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناة إم 24 وإذاعتها ريم راديو، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدتين خلال الساعة 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208 حالة. وأضاف المرابط إنه تم تسجيل 329 حالة شفاء من المرض كوفيد 19 خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالة الشفاء إلى 7195 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذن أخوتي، مزيدا من الحذر، التزموا في المنازل ديالنا، التزموا التعليمات ديال السلطات، والتزموا بالحجر الصحي. راه ما بقى قد ما فات، راه قريب إن شاء الله نخرجوا من هذه المحنة هذه، قريب نخرجوا من هذه المحنة هذه إن شاء الله. غير نزيدوا نصبروا والتزموا في المنازل ديالنا، والتزموا التعليمات ديال السلطات، ونديروا اليد في اليد، ونتحدوا مع بعضياتنا ونتعاونوا مع بعضياتنا. راه ما بقى والو، بقى 6 ايام هادي ولا 7 ايام، خاصنا نزيدو 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 ونصبروا، وان شاء الله راه ما يكون غير الخير، والفرج راه قريب ان شاء الله. الحمد لله. كنبغي نشكروا بهذه المناسبه هذه اصحاب البدله البيضاء، الجنود الخفاء، الاطباء المدنيين، والاطباء العسكريين، الممرضات والممرضين، على هذه المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها. كاين اللي ما كينعسش ليل ونهار، الله يحسن عوانهم. هذا الشيء كله غير باش يحرصوا على سلامتنا وسلامة دوك الناس وصحة دوك الناس اللي مرض، اللي كنقولوا لهم الله يشافيكم. وخا خاصنا خوتي ما نخرجوش من ديورنا، التزموا في المنازل ديالنا، والتزموا التعليمات ديال السلطات. ان شاء الله راه الفرج قريب، وما بقى قد ما فات، ان شاء الله هذا الشيء كل شيء غادي يفوت وغادي يبقى غير تعاود. غير خاصنا نزيدوا نصبروا ونزيدوا نصبروا ونزيدوا طبعا نلتزموا في المنازل ديالنا، ونلتزموا بالحجر الصحي، وما نخرجوش إلا للضرورة، إلا للضرورة خوتي. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.